كبرت في حوش كان ديما مليان بالضيف. نذكر في صورة والدتي وجدتي ديما في الكوجينة ويطيبا في ألذ الأكلات، وريحة الأكل الحلو مالي المكان. من هنا بدت علاقتي بالطبخ، بس دراستي للهندسة المدنية بعدتني عنه شوية، لكن حبي وشغفي له عمره ما توقف. من أنا وصغيرة معروفة أنه بحب الأكل العربي، وبعد 25 سنة بمجال التغذية كبر هالحب أكثر، لأنه صرت أعرف القيمة الغذائية لهالمطبخ المشهور بألوانه وأنواعه، وتأكدت أكثر أنه قراري بمكافحة الرجيم واستبداله بغذائنا العربي الأصيل هو الأفضل والأصح. وصفتنا اليوم في صحي وصحيح حتكون كب كيك الشوفان. صراحة أنا الكب كيك اللي حتعمليه أنا ما بحب أعمله، خبطة خبطين وكفاية يعني. اللي هو معروف عندنا نستخدم القرفة، مش أطيب من البقلاوة الترابلسية تبعيتنا. في طواجين التفال، في طواجين المطاط أو السيليكون، النوعية هيك شايفة كيف؟ الشوفان تقيل شوية، الحبة للحبة. عندنا واحد صغير بكل، احنا حجمه صغير. ايه اول مرة بشوفهم. كان عندنا الطواجين اللي انت تحكي عليهن. ايه هلأ المشكلة انه وقتها تروح خلص راحت بلعتوها، يعني طالعة تهبل يعني. العسل بالثانية اللي بيفوت فيها على جسمنا بيصير سكر. شو حلو حنان، انا اليوم يعني هاي احلى علومية تعلمتها. طب لازم تجربوه. كنت ديما مترددة ندير وصفة حلو بالشوفان، خاصة أن دراستي كانت في الحلويات الكلاسيكية العالمية، بس لما ذقت وصفة كب كيك الشوفان بصراحة غيرت رأيي وبديت نستخدمها في الوصفات. يعني حنان صراحة أنا الكب كيك اللي حتعمليه أنا ما بحب أعمله، لأنه أنا معروفة أني بحب كل شيء بسرعة، بس اليوم الوصفة اليوم سهلة بك، يعني كلها في الخلاط، كلها في الخلاط. أي خلاص. خلاط الكاس، عرفتي؟ هذا اللي بيعملوا فيه سموذي يعني؟ سموذي، خلاص. وبعدين من الخلاط تصبي على التواصي الكب كيك وكملنا. هو لأنه بالشوفان هيك رح تعمليها؟ لأن الشوفان يعني دقيق الشوفان إحنا مش ديما عندنا. أوكي. فالطريقة هذه تخلي الشوفان ينطحن، لأنه مش موجود عندنا واجد دقيق الشوفان، فالطريقة هذه توفر عليك الخطوات حتى الشوفان ينطحن. جول أوكي. حتى التفاح فيك تقطعيه شويه صغير وكلها مره واحده، يعني مش لازم تبشري، مش لازم يعني. واو سهله الطريقه، عنجد حتعجبك اكيد. بس اذا بدك تعملي كب كيك بالطحين العادي ما فيك تعملي بالخلاط ساعتها؟ لا اعتقد عشان الجلوتين مشكله يعني، او تخطيه بسرعه وتوقفي. في طرق الكب كيكس يعني انه ممكن في الكاس، بس ما نبلغش في الخفق. لو دقيق عادي واحد بياخذ باله. مزبوط، لو دقيق عادي بدك تعمليه شوي بالايد بالسباتولا وبس وخلص، خبطه خبطين وكفايه يعني. وكفاية. حتى لو في الخلاط. ليه شو بيصير اذا عملتي اكثر؟ هي الكيكه يعني تعجن. اذا بدي اروح على ليبيا واكل حلو، شو اطيب حلو عندكم وشي كثير ليبي؟ اشهر نوع حلو عندنا في ليبيا هو المقروض. شو هو هيدا؟ يعني عجينة بالسميد وتمر، محشية تمر يعني. أوكي. تمر عندنا في ليبيا تمور يعني، مثل المعمول بس بالعسل. واو. يعني في عسل. وعندنا البكلاوة مثلا طرابلسية مشهورين بها بكل الحاجات المعسلة، علينا الحلويات، وعندنا الغريب وعندنا الكعك الليبي وقتها بتقولي عسل بالعسل، مثلا بقلاوة بالعسل، نحن بنحط لها قطر. البكلاوة الطرابلسية يعني عالية، بس مش أطيب من البقلاوة الترابلسية تبعيتنا. لا أكيد حتى أنتو حلوة، بس يعني هذه طعم وهذه طعم، عرفتي؟ ايه يعني ايه. في اختلاف. بس نحنا كمان عنا بطرابلس أطيب حلو يعني، عنا من أطيب عنا الحلويات حلو. الشامية عندنا ايه. يعني عنا حلويات شامية، بس غريبتنا أعتقد تغفق. ايه طبعا أكيد كل بلد نفس الفكرة يعني. نفس القوام. يلا الدول العربية كلها شبه بعض ايه. يعني ما فيش لازم نشوفك عم تاكلي حلو بطرابلس عنا، وأنا روح أكل طرابلس. جينا غادي بطرابلس مش إن الله إن شاء الله. وصفتنا اليوم في صحي وصحيح حتكون كب كيك الشوفان. حنوريكم المقادير، حنستخدموا فيها تفاح طبعا لازم، عندنا هنا الدحي أو البيض، عندنا الشوفان طبعا أو الأوت، حنستخدموا تمر فيها، نقعته في شوية مية ساخنة عشان التمر يطرى شوية. طبعا عندنا اللوز هذا جوانح، وعندنا جوز الهند للتزيين. هنا عندي
عسل، تقدر تستخدمه مثلا ميبل سيرب، تقدر تستخدمه سكر لو ما عندكمش يعني. كمنكح اللي هو القرفة، وعندنا هنا البيكربونات طبعا عشان الكب كيك يعني يتضاعف الحجم بتاعه. الدهن اللي حنستخدمه اليوم في الوصفة هذه زيت الزيتون. طبعا احنا عندنا في ليبيا زيت الزيتون متوفر بكثرة، واحنا في ليبيا طبعا حلوياتنا معروف بزيت الزيتون زي المقروض والكعك، فلقيت وصفة الكب كيك هذه بزيت الزيتون فحبيت نوريها لكم. اول حاجة حنديروها اللي هو حنستخدمه تفاحتين زي ما انتم شايفين هيك حجمهن معقول، حنبشرهن عادي بالقشره طبعا مغسولات. طبعا انا اخترت الوصفه هذه لان التفاح موجود في اي حوش، طبعا اي وصفه فيها تفاح انا نحب نستخدمها يعني، لان التفاح لما يعني يخش في المخبوزات طعمته ديما حلوه. واحلى طبعا بهارات او منكهات مع كيكات التفاح اللي هو معروف عندنا نستخدم القرفة، في اللي يحب يستخدم القرنفل، جوزة الطيب، هذين الحاجات الحلوة يمشن ديما مع كيكات التفاح. في كذا نوع تفاح طبعا بالسوق، يعني في انواع سميكة قشرته كتير، في الاخضر، في اللي عليه شمع، في الاصفر يلي كمان الاصفر منيح، حتى عندنا واحد صغير بكل احنا حجمه صغير في ليبيا يعني كتير فيه الياف، وقشرته هي بتحدد قد ايه فيه الياف. يعني كل ما تسمك قشره التفاح كل ما نسبه الالياف بتكون فيه عاليه احسن. واجمالا طبعا اكيد اكيد بدون ما اسالك فيها قرفه بتطلع حلوه القرفه مع الصح، حاطه مع قرفه مع التفاح، التفاح ديما حلو صح. وعن جد انه كل تفاحه هي كثير عالم بتفكر انه ما فيها وحدات حراريه، هي تقريبا فيها شي 100-120 وحده حراريه، بس كمان الموز اذا كان متوسط الحجم كمان فيه 120 وحده حراريه. يعني احنا ديما نخاف من الموز اكثر من التفاح. في موز نوعه بيكون موز صومالي بيكون كثير بيعطي مثلا 200-210 وحده حراريه مقارنه بالتفاحه. بالتفاح بس موزه صغيره وتفاحه صغيره تقريبا زيت عادي. الوحدات الحراريه. طيب الفواكه المجففه هذينا يعني هل حتى هن نفس الوحدات الحراريه؟ كثير سؤالك مزبوط، لكن كيف بدك تفكري مثلا انا جيت اخذت هاي التفاحه اوكي جففتها، انا شو عملت فيها؟ جففتها يعني شلت منها بس المي، الميه اوكي. بس اذا انت عم بتقارني تفاحه قبل التجفيف وتفاحه بعد التجفيف فرشة، الوحدات الحراريه هي ذاتها ما بتتغير ابدا ابدا ابدا. رح اعطيكي مثل هون بنشوف كثير في انواع. رح نحكي مثلا عن الخوخ، كل خوختين اوكي قبل التجفيف تنقول مثلا عم بعطي مثل بيعطوا 50 وحده حراريه، هو منه 100% دقيق لانه حسب الكبر، بس تجففيهم رح يضلهم يعطوا زيت الوحدات الحراريه. يعني اليوم وقت بتاخذي كمشه زبيب وبتاكليها يعني كانك اخذتي خصله عنب كثير كبيره، عنقود يعني قصدي العنقود زي زي يعني حبه للحبه. انا حنستخدم الخلاط الكاز زي ما انتم شايفين. ليش؟ طبعا هو اسهل يعني كل حاجه مع بعضها وتطلع الكب كيك جاهز، بس لان زي ما انتم شايفين هنا الشوفان او الاوت عندنا مش مطحون، عشان هيك خلاط الكاس يسهل علينا ان هو ينطحن يعني بسهوله. بس لو عندكم الاوت مطحون والتمر بتاعكم ما يعني رطب فتقدروا عادي تديروها ككيكه عاديه، يعني مش لازم تستخدموا الخلاط هذا. في الحاله هذه حيكون اسهل علي استخدامه عشان القوت بتاعي زي ما انتم شايفين او الشوفان بتاعي صاحكي مش 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 مطحون. حطيت البيض او الدحي لوطه عشان يسهل، يعني لما نحط الشوفان تحت هيك ممكن نقعد كل شويه لازم نحرك، فالاحسن تخلوا الدحي والبيض بتاعكم تحت وبعدين نحطوا الحاجات اللي هي تعطينا يعني رطوبه في الكب كيك، وسهل علينا ان الخلاط ينخلط بسهوله. ممكن تخلوا مكعبات لو تبوا، لو خلاطكم يعني كويس قوي عادي يعني. انا حطيت هنا التمر، يعطيكم انقعوه في الميه الساخنه عشان التمر بتاعي انا يعني في نوعيه تكون رطبه واجد، في تمر معجون،
بس النوعيه اللي ما تكونش معجونه انقعوها شويه في الميه تقريبا زي نص كوب. هذين حنخلوهم للزينه. هنا نستخدم العسل، وزي ما بتكم المنكه الحلو في اي خلطه فيها تفاح او تمر ديما القرفه هذا يعني معروفه ديما نستخدموها. وحنستخدم هنا بيكربونات وطبعا زيت الزيتون. أكبر خطورة عم بتصير عند مرضى السكري عطول بيفكروا إنه العسل لأنه طبيعي منيح لمريض السكري. العسل بالثانية اللي بيفوت فيها على جسمنا بيصير سكر على طول. إنه إذا بدك مريض السكري إجا سألك حنان أنا باخد هيدا الكب كيك أو باخد كب كيك مثلا عادي على شوكولا وهيك، أكيد ياخد هيدا الكب كيك أكيد كخيارات بس فيني اخذ هذا الكب كيك وما حيصير شيء وما حيأثر على السكري بدمي؟ الجواب لا، بيأثر اقل بكثير من غيره. التمر كمان هو سكر وبقتها كمان تصير بالجسم ويهضمها الجسم رح تتحول لسكر، فيه ياخذها بكميه معتدله. 10 حبات عنب بيعطوا حلاوه او بيعطوا سكر بالجسم قد تنقول نص موزه صغيره، قد تفاحه صغيره، قد برتقاله. سو مريض السكري فيه ياكل بس كل الفواكه بس بكميات معينه باعتدال. قد ايه فيه ياخذ هيدا هيدا الجواب يعني هون لازم يكون عنده مرجع طبي يقدر يساله، يقدر يسال الدكتور. احنا في ليبيا عندنا مرضى السكر كثير، شوفي يعني بكل بلدان العربيه نحن شعوب بتحب الحلو كثير وعنا ميول لقلة الحركة كمان مزبوط. سو عم بيزيد وزننا كتير وهيدا مع السكري يعني عنده وصل دغري مع الوزن. سو كل ما عم ننصح كل ما عم بيصير عنا مرض السكري أكتر لازم ناخده بالنا يعني أوكي. أكيد طبعا حنعبوا ورق الكب كيك بتاعي. انا طبعا جبت هنا طاجين لان النوعيه هذه لما تعبي يقعد صعب انكم تشيلوها، فالافضل انكم الاول تعبوه في الطاجين اللي بيخش الكوشه. حنعبيهن في نفس الوقت طبعا ما ننسوش ديما نكون مولعين الكوشه قبلها بوقت وتكون على درجه 180. انا هنا عندي نحب ديما في الخبز نستخدم الفراره يعني علامة المروحة، ممكن تديروا علامة الفوق وتحت يعني. أنا استخدمت نوع الورق متاع الكب كيك زي ما أنتم شايفين هيك سهل لأنه بصراحة أقل في الغسل وفي المواعين يعني على طول يتعبى وينحط ويتقدم في نفس الورق على طول. تقدروا تعبوا بزيادة في نوعية الكب كيك هذا لأنه مش زي الكب كيك العادي، شوفان تقيل شوية فمش حيرتفع واجد بالكل يعني. المقدار هذا نكمله كله. طبعا الزينه ممكن اي حاجه عندكم، انا بس حابه هذا لانه حيكون منظره حلو يعني، بس ما تقيدوش يعني، هذه حاجه مساحه لكم انتم تتفنوا زي ما تحبوا. او شويه جوز هند رشه خفيفه. انا زي ما انتم شايفين استخدمت الورق الكب كيك النوعيه هذه، بس في انواع واجد في السوق يعني للكب كيكس، في طواجين التيفال، في طواجين المطاط او السيليكون، في طواجين الحديد. ايه اول مره بشوفهم حلو هذا يعني هو على طول تطلع الكب كيك هيك بالطريقه هذه. واو بعدين بتحتاجيش هذا بتحطيه على الفرن هاي خش الفرن هاي على طول هيك بس يكون تحته يعني طاجين يعني زكا. كثير حبيت الفكره وبيحملوا هيدول وراء خلاص تقدميه دغري بتقدميه هيك. هول مثلا هلا هول كثير عم ينشهروا هلا بهالايام اخر خمس سنين السيليكون لانه الشركات اللي بتعمل الصواني او الطناجر اللي فيهم ماده التفلون طلبوا منه من سنه 2015 يغيروا طريقه الصناعه تبعيتهم. سو ما بقى بتلاقي صينيه مثل ما كانوا على ايامنا نحن وصغار متليه بماده التفلون لانه التفلون بتقبع وتبرهن علميا بتتقشر هي المفروض على طول نتخلص منها صح؟ نتخلص منها ونعمل بالخشب وهيك. في ناس طناجرهم يعني بصراحه تلقاها بيضه من جوا
أوكي. يعني الماده السوداء راحت وصارت كانها ألمنيوم بس يستخدموا فيها مازال. هلا المشكله انه وقتها تروح خلص راحت بلعتوها لازم شت في الاكل يعني هي صارت بالاكل هيدا الخطوره هي ما لازم تبلش تقلوش مش هيك اصلا ما بتصور بقى فينا نلاقيهم هدول هيدا النوع في نوع تيفلون يعني بس مصبوب صب ما بينقلش يعني اصلا اللي عندهم طناجر تيفلون لازم كل مدة سنة لازم تتجدد منهم طناجر أبدية أبداً أبداً مزبوط. شوفي كل شيء هون بالحلو شايفي هذول الأنواع النوعية هيك شايفي كيف بدنا نحط وبنحط بالفرن هيدا وكتير سيف كب كيكس بنحط الورق هذا وكان عندنا التواجين اللي انت تحكي عليهن حطينا ورق يعني هل يعتبر نوعا ما صحي احسن من ان نحط الخليط على طول أكيد. في اكيد كل شيء بدق بهيدا حتى لو انه طبيعي ومنيح وبجنن وكل الدراسات العلميه انه ضل بورقته اصلا انظف تتمسكيه بايدك انت واهين وجليه بيصير اهين يعني الورق دي ما هو احسن حاجه يعني أكيد. صحيه ما مش معقول شو حلو حنان الورق. انا اليوم يعني هي احلى علوميه تعلمتها انه نعمل كب كيكس بهيدول حتى عندنا قلت لك هذين بس يعني حلاوتهم ان هن فيهن الوان للعيد ميلاد الاطفال او ساده زي هيك يعني هيك الكب كيك بتاعنا شفتوه صار جاهز عباره عن انيانات وبس نقص الورق هذا هو كان زي الداعم يعني الكب كيك واتي جاهز زي ما انتم شايفين يتقدم هيك على طول لو لقيتوه هذا يعني متوفر هو عندنا في ليبيا يعني سهل وسريع وريحه الكب كيكس يعني طالعه تهبل يعني مش لانه تقولوا بالشوفان انا بصراحه يعني اول ما جربتها كنت خايفة من طعمته بس حتى عيالي عجبهم وطلع لذيذ جدا يعني ننصحكم انكم لازم تجربوه النوع الحلو هذا يعتبر من افضل الخيارات يعني انكم ممكن تتناولوه ويقعد ضميركم مرتاح يعني لانه بصراحة يعني اقل ضرر من المافنز والكب كيكس العاديات اللي احنا متعودين عليهم وهذه الوصفة انا خلاص اعتمدتها اكيد احنا قاعد ديما نديرها وان شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم من صحي وصحيح وانتظرونا في حلقات جاية مع حنان ومونيك